حركة الشعب حركة سياسية ولدت من رحم الثورة، تتبنى فكر قومي تقدمي من عهد عبد الناصر إلى معهد الأربعينات، معناها تم بضرورة وحدة الوطن العربي، تم بحرية الإنسان العربي، تم بالتحرير فلسطين. خاضت تجارب كبيرة ياسر الفكر القومي من عهد صدام ومن عهد عبد الناصر عهد القذافي، أخفقت مثلها مثل بقية الأحزاب السياسية، فشلت في العديد من المعارك، نجحت في العديد من المحطات ونسعوا مناش اليوم حركة الشعب اليوم هل فما حركة الشعب هي مساند رئيسي للمسار 25 جويلية. قول قائل علاش؟ يقول لك مسار 25 جويلية استبداد، أنتم تصنعوا في الاستبداد، هذه تهم الموجه لحركة الشعب، أنتم تساهموا في إجهاض الثورة، تساهموا في إجهاض الحرية، ساهمتوا في نجاح هذا المستبد وهذا الدكتاتور في تونس. هذا الكلام الذي يوجه لحركة الشعب، وهو كلام في حد ذاته مقبول، حكم ما نحكوا في السياسة طبعا. أنت ضد 25 جويلي، أنا مع 25 جويلي، أنت عندك أسبابك الموضوعية وأنا عندي أسباب الموضوعية، ولكن ما يلزمناش نكونوا ضد تونس. العالم لازم كلنا نضرب أعداء 25 جويلي الآن ليسوا أعداء 25 جويلي، وليسوا أعداء حركة الشعب، وليسوا أعداء قيس سعيد، هم أعداء تونس. أنت وقت تجي كحزب سياسي ولا كمنظومة تمشي للدول الغربية تشجعهم على عدم إقراض تونس، تمشي تكري بوند معناها في جريدة منش لازم نحكي عليها في بريطانيا بألاف الدولارات ولا بالجنيه الاسترليني من أجل تشويه رئيس الدولة بتاعك بالمليارات، هذه ماهيش حب تونس. تو في أوروبا أحزاب سياسية كلها تحب السلطة، ولكن عمرها ما اختلفت في مصلحة المواطن الفرنسي. احنا بالنسبة لنا يجوع الشعب الكل ويموت الشعب الكل ويتهجر الشعب الكل ويتقص الضوء على تونس الكل ويتقطع الخبز ويتقطع الحليب، كل شيء يتقطع من اجل ان يشدوا السلطة. شكون يا اخي قيس سعيد بات جعان من غير حليب ولا من غير ضوء؟ ما الشعب هاك الفرق بيننا وبينهم هم. انت ضدي نحترمك، انا ندرك ان الحرية هي المفتاح الاساسي لتطور اي مجتمع. أما أنت قيس سعيد وقت قال لك أنا أعلنت الفصل 76 من الدستور باش نعطل لأن الدولة يشكلها خطر، وقت اللي قالوا له علاش؟ قال كل الدولة مهددة بالانهيار، ثم نظرية اسمها نظرية التمكين، وها اكتشف الواقع تو حسب الملفات السياسية والملفات الأمنية وملفات الفساد، اكتشف أن الناس كانت تتعامل مع الدولة التونسية كغنيمة، كعبة قط يقسموها، انت عندك هذاك انا عندي هذا، وصلت قوانين تتعدى تاع لي غرون سيرفاس تاع التي في ا، كانت كتله المعارضه اللي موجوده فيها حركه الشعب تحب تسقط القانون بتاع زياده نسبه الفائض على التي في ا في جي سي مروان المبروك اللي تو في الحبس، اعطيه مبلغ مالي معين للسلطه الحاكمه كل من اجل ان القانون هذاك يسقط. هل انت ساهمت بالفعل في لبنه من لبنات الثوره؟ الثورة وقت اللي صارت في 17 ديسمبر ما قادها حد، راه حتى واحد ما يدعي كان قومي ولا اسلامي، قادها شباب اللي مهاجر تو. انا حاضر على العصر، شباب اللي هاجر تو واللي ماهوش متسيس هو اللي قاد الثورة، وهو اللي مات وهو اللي اطلقوا عليه رصاص، ما مات حتى رمز من رموز بما فيهم حركة الشعب. من بعد وقت اللي جه الشباب قدم البلاد على طبق من الذهب ونجحت ناس باش الترجم شعارات الثورة، معناها الشغل الاستحقاقي عصابة السراق وكذا وكذا. إيه أنتم بعد ما أعطيناكم الأمانة هذه باش تحققون أهدافنا، بعد 10 سنين ما حققتوناش أهدافنا. جي رئيس دولة كانوا يتصوروه أن العصفور النادر اللي حوموا عليه، ما طلعش عصفور نادر، صقر ونسر، عنده حساب آخر سبريرة. هما تو يقولوا غدرنا، معناها لا، هو ما شارككمش في القسمه، هو طلع راية تونس قبل الاحزاب، وحتى الغاء للاحزاب رغم نحن ضده، راه احنا مع مسار 25 ونقدنا قيس سعيد في اطار 25 جويلية، لان بالنسبه لنا احنا الاحزاب ضروري، ضدك ما ثم حتى مشكل. المتهم بالفساد ثم محاكم، ما يحاكمش فيسبوك، ما يحاكمش رئيس دوله، عندك عليه ملفات استدعيه حقق معاه، اثبتت ادانته يتحكم.
باش انا نبدا نهز هكاك منه ومن على اساس انهم ضد، احنا ما ننظروش للديكتاتوريه وما ننظروش للاستبداد. قرانا بورقيب الله يرحمه، قرانا زين العابدين بن علي، وكل انسان يخطئ ويصيب، ولكن ماناش مستعدين باش نرجع لمنظومه الاستبداد. تقولي انا ننقذ الدوله، نمشي معاك تنقذ الدوله، ولكن راه الطريق انقاذ الدوله يلزم مؤسسات، ماكش وحدك نظيف في البلاد، تم منظمات تقولي فيهم فساد، مش المنظمه كلها فاسده، فيها المنظمه زي اتحاد عامة الشغل تقول فيه فساد خرج منها الفاسدين، اما منظمه ماكش باش تلغيها. معنا وجدت من 48 ولا حتى من 1909 في ظهر محمد علي الحامي، منظمة عريقة فيها تقريبا 80,000 منخرط لوتيكا، رابطة حقوق الإنسان. هذه دولة ما تنجمش أنت الوحيد اللي تقول أنا نضيف فيها، زايد الناس كل تحب تونس، ما تنجم حتى واحد تمنع ليه أن يحب تونس. فهمت يا شنو نقصد؟ إذا قيس سعيد مطالب المرحلة هذه ممكن يقول لك أنا تو نقود في معركة التحرير، قالها بصريح العبارة. إيش معناها معركة التحرير؟ معناها بالنسبة له الدولة الآن ما زالت ليست دولة مستقلة، ما زالت في براثن راس مال فاسد، ما زالت في براثن سياسيين فاسدين، ما زال ثم ناس تتعامل مع السفارات، ما زال الغسيل بتاع تونس قاعد ينتشر في العالم، ما زال معناها هذا بالنسبة له السيادة الوطنية خط أحمر. وقفنا معاه في الموضوع هذا، وقفنا معاه أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خط أحمر، وقفنا معاه أن منظومة ما قبل 25 جويلية منظومة فاسدة. هذاك علاش وقفنا معاه، مش كشخص راه كما صار كشخص، هو إنسان يتقيم كيما الناس الأخرين، ماكش معنا رسول أنت، هو الرسول عليه الصلاة والسلام ربي عز وجل معنا زيك زي الناس، قال له أمر، قال استشيرهم شاورهم في الأمر، وقال في القرآن أمرهم شورى بينهم. لا بد من أنك تشاور الناس معاك، لأن مستقبل تونس ما يهمكش كان أنت، يهم الشعب التونسي الكل، وماهيش الأحزاب الكل فاسدة، ماهمش الشخصيات اللي في الحبس كلهم فاسدين زاد. تم ناس مناضلين ناضلوا في عهد بورقيبة وناضلوا في عهد الزين، ولكن للأسف حطوا إيديهم مع سلطة فاسدة، وبالتالي أنت تتحمل مسؤوليتك كاملة. مانيش باش نعطيك سكة على بياض، أنا وقت اللي تضام أمر في حركة الشعب، وقت اللي نجم ونقول قيس سعيد معناه ضدك في الموضوع هذا نقوله له، ولكن في إطار 25 جويلية مستحيل، إلا إذا كان منظومة 24 جويلية نحن ضدها على طول لسبب بسيط، مش خاطر نحب نشد السطرة. احنا حركة النهضة عطتنا ترى قداش الحقيبة وزارية ورفضنا، لأن البرنامج السياسي ضد أهداف الثورة. برشا ناس يقول لك حركة الشعب عندهم فوبيا من الإسلام السياسي، عندنا فوبيا من الإسلام السياسي، مش خاطر نكره الإسلام كما يسوقوا أمرهم، نصلوا نعبدوا في ربي زينا زيتهم، والإسلام مش فون كوميرس بتاع أي حزب سياسي، مما في حركة الشعب. جيب البرامج بتاعك عرضها للشعب، جيب حلولك لمشكلات المجتمع، إذا كان حلولك نجحك شابو نصوت عليك، حلولك ما نجحتش أنت ما تفهمش. أما تهز لي مصحف وتقول القرآن هو الحل، القرآن هو الحل الصحيح، فهموه الصحابة قبل وحلوا به مشاكلهم في زمان معين. أنت أعطينا مقاربة فكرية لزمانك هذا، أعطيني رأيك في الاشتراكية، أعطيني رأيك في تأميم الثروات، أعطيني رأيك في العلاقة بأمريكا، أعطيني رأيك في الكيان الصهيوني، أعطيني رأيك خل نسمعك. ما تعمليش هيك ديماغوجيا معناها تسيطر لي على الجانب العاطفي بتاعي باش أنا إسلام في خطر وهذوك مسلمين يخافوا ربي هكا لاشكرهم، هذا التسويق بتاع الشعبوية ما يجيش هكاك. بما ان حتى قيس سعيد بالنسبه لنا الى حد الان يقود في معركه التحرير صحيح باليات فرديه، ونحن بالنسبه لنا الفرديه راهي مآلها الفشل، كان ربي عز وجل يحكم الفرديه مآلها الفشل،